يعني عين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عددا من مؤسسات القطاع بولاية بسكرة، مؤكدا بالمناسبة ضرورة العمل لضمان انتشار أوسع لمختلف وكالات التشغيل ودعم الشباب لمنح فرص عمل أكثر لهذه الفئة. المراسلة لطارق حجي. آفاق عديدة وواعدة فتحتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بولاية بسكرة، حيث أتاحت إنشاء أزيد من 2800 مؤسسة صغيرة تختلف في نشاطاتها، فيما غلب طابع المؤسسات الفلاحية بسبب طبيعة المنطقة، وهو ما أتاح تشغيل قرابة 4000 شاب، فيما ستضاف 5 وكالات أخرى ببسكرة للتقرب أكثر من الشباب. بسكرة من تقريب من الولايات اللي عندها نتائج أحسن فيما يخص البلاسمون تاع طالبين الشغل. نظن ما نجيبش قبل ما كاش طالب شغل موجود، هو موجود حقيقة لكن متحكم فيه. فيما يخص الوكالات المحلية للتشغيل، عندنا برنامج باش نتوسع باش نتقرب أكثر من طالب ونتحكم في الطالب، مادام عندنا في المشاريع تاع 5 وكالات أخرى مبرمجة واليوم راح إن شاء الله تنجز. كما كان لمؤسسات الضمان الاجتماعي بولاية بسكرة حيز هام من الزيارة، حيث وقف الوزير على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن حرصا على ضمان خدمة أمثل للمؤمن.